بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. Fourth model, the growth and development of the child. محاضرتنا لهذا اليوم تتكلم حول النمو والنماء للطفل، وسوف نتطرق لمعنى هذين المصطلحين. We are first define the growth. Growth, النمو, is an increase in size of the whole body or its part. It can be measured in terms of centimeters and kilograms. إذا النمو ممكن نقدر نعرفه ببساطة هو زيادة كلية في الجسم أو جزئية. يعني كان يكون هو زيادة بالجسم كله أو بجزء من الجسم، ويمكن قياس هذه الزيادة عن طريق أو بمقاييس السنتيمتر and الكيلوغرام أو النظام الأمريكي اللي هو يقيسنا بالباوند والإنج. إحنا نظامنا الموجود بالعراق يقيس بالسنتيمتر والكيلوغرام. Development النماء is an increase in skills and ability as improvement of function. يعني هنا عندنا زيادة راح تكون بالمهارة والقابلية. إنما هو زيادة بالمهارة والقابلية، أي تعزيز الوظائف. واضح؟ تعزيز الوظائف. Embryological stages، المراحل الجنينية للطفل. Over from 0 to 14 days after conception، يعني مرحلة البويضة over اللي هي من 0 إلى 14 يوم بعد الإخصاب. Embryo اللي هي الأجنة 12 to 14 weeks of gestational age. إذن الأجنة هي من 12 إلى 14 أسبوع من عمر الحمل. Fetus last up to birth، يعني تستمر من 14، الجنين من 14 لغاية الولادة. إحنا خدنا النيوبورن بالسابق، وخدنا الانفانت والتودلر والأيرلي تشايلدهود والميدل تشايلدهود، فلا بأس بالإعادة مالتهم. النيوبورن first 4 weeks of life in which following the cutting of umbilical cord. Infant اللي هي first year of life. Toddler from 1 to 3 years of life. Early childhood from 3 to 6 years of life. Middle childhood from 6 to 12 years of life. This some picture for growth of fetus from one cell to two cell and multiple cell, and then appear features of fetus like head or heart and another part of body. Growth and development from 1 to 2 months of age. التطور والنمو خلال فترة من شهر إلى شهرين من عمر الطفل. Weight مالته راح يكون 8 pounds. 8 pounds هي وحدة قياس أمريكية. الباوند الواحد يساوي لنا 0.4 مو 454 كيلوغرام، يعني تقريبا اذا نضرب 8 في
0.454 غرام راح يطلع لنا تقريبا 3 كيلوات 600 غرام. هذا الطبيعي. Can lift and turn the head when lying on his or her back. بإمكانه أن يلتفت واضح ويرفع الرأس عندما يكون مضطجع الطفل على ظهره. Hands are fisted, the arms are flexed. بهذه المرحلة العمرية للطفل تكون اليد مغلقة fisted يعني مغلقة مثل نشوف الطفل دائما ايديه مغلقة وبقوة والذراعين مثنية. Posterior fontanal closed اليافوخ الخلفي المفروض نهاية الشهر الثاني تكون مغلق. Neck is unable to support the head when the infant is pulled to sitting a sitting position. يعني هنا الطفل أو الرقبة رقبة الطفل لا تستطيع دعم أو حمل الرأس عند وضع الطفل بوضعية الجلوس. ليش؟ لأنه بعده المصل إيماتشور غير ناضجة وغير متطورة. Alert to voice يكون منتبه للأصوات واعي للأصوات أو منتبه. And another stage from 3 to 4 months الويت مالت راح يكون from 13 to 14 pounds. Begins to control hand and feet action. Sitting with support and cues. يعني هنا الطفل راح يبدي يسيطر على اليد وعلى القدم. يعني الحركات مال القدم يبدي يسيطر عليهن نوعا ما. يبدي يسيطر عليهن. نقدر نخليه بوضعية الجلوس لكن بإسناد. الطفل ما يقدر يقعد وحده. احنا نقعده لكن نسنده. الكوز هو اول انواع لغة التواصل بعد البكاء. يعني بداية لغة الاطفال كوز اللي هو بمعنى اخر هديل هديل الحمام. هديل الحمام يعني الطفل يبدي يقلد شلون تقريبا مقارب لصوت الحمام. يعني الكوز أشبه بهذا الصوت. يعني بمعنى آخر احنا خلينا نقول بالعامية انه الطفل يبدي يناغي. الطفل يبدي يناغي. طبعا الطفل الكوز مالته كان يكون happy or sad يعني كان يكون حزين او يكون سعيد حسب حالة الطفل اللي هو بيها. From 5 to 6 months الweight double وذكرناه هذا سابقا. Able to sit alone firstly without support طبعا هنا without support for only moments at first and then for up to 30 seconds or more. يعني هنا الطفل راح يبدي يقعد وحده لكن للحظات ومن ثم تتطور. شوف تطور مالته بالتسلسل الى 30 ثانية ومن ثم بعدها الى فترة اكثر. بالبداية احنا قلنا لازم من قاعدة نقعدة with support. هسه هنا without support طبعا نهاية السادس لازم هو ينهض وحده يقعد وحده بدون اي اسناد. Makes vowel sound هنا يبدي يخرج اصوات كاصوات العلة او هاي الاصوات العلة اللي يبدي. طبعا هاي كلها تطور للغة للطفل كلها تطور للغة. Development هنا قاعد نسولف development. From 7 to 9 months attempting to stand هنا راح يحاول ينهض يشبث بال كان يكون بالأثاث حتى ينهض أو بالوالدين ويبدي ينهض. إذا المحاولة الوقوف.
Now his name, and يبدي يعرف اسمه من الصحب اسمه ينتبه. Walking with help. يأخذ بضع خطوات لكن بمساعدة. Crawling may begin. هنا الكراونينج مو بمعنى الزحف، وبمعنى أن هنا نقول نقصد به الحبو. الزحف هنا كان يكون على بطنه، مو على البطن مالته وعلى الصدر مالته، لا هنا راح يحبو على الأطراف مالته، على الأقدام واليدين. From 10 to 12 months the infant begins to balance while standing alone. الطفل سوف يبدأ بالوقوف متوازنا لوحده. Infant takes steps and begins to walk alone. الطفل هنا راح يبدي بعدها يأخذ خطوات، ومن ثم بعدها يبدأ بالمشي. وإذا تأخر المشي حتى لل 13 أو 14 أو 15 شهر ماكو إشكال، تعتمد على الحالة الصحية للطفل وعلى الدعم للطفل، هل أنه طفل أكو من يعتني به، أكو من يعلمه، عنده أخوان ما عنده أخوان، الأب والأم مهتمين به حسب الحالة. Limits some sounds say عدة بعض الأصوات اللي هي تكون يبدي يقلدها، كان يكون ماما ودادا وحتى بابا بهذه الفترة يبدي يقلد. شو نقول له يقلد؟ خاصة هذا الأسماء اللي هي تكون الحروف السهلة اللي يبدي يقلدها. Development include التطور يتضمن الموتور الحركي. First month الشهر الأول. When put the baby on his abdomen move his arm and his leg. الطفل من الخليه على بطنه راح يبدي يحرك الذراعين والساقين. Can move elevate his head above his body. وبإمكانه أن يرفع الرأس فوق الجسم، يعني قدر يحرك رأسه بهذا العمر. Sixth month when put the baby on his abdomen can move his head and shoulder from bed. وهناك بالبداية قلنا يقدر يشيل بس رأسه، هنا بعمر 6 شهور يقدر من خليه على بطنه يشيل رأسه وأكتافه، واضح؟ أي نصف الجذع تقريبا. شوف التطور شون، يعني راح نرجع ونقول أنه التطور والنمو أو بشكل عام التطور يبدأ من القريب إلى البعيد، يعني من السنتر للبرفرال وهكذا. Psychological and social development of infant. هنا التطور اللي راح يصير عندنا الاجتماعي والنفسي للطفل. بالفيرست مونث smile without stimulus crying when feel hunger or irritable. بالشهر الأول هو يبتسم لكن بدون تحفيز، يعني احنا نشوف الطفل يضحك وحده مبتسم وحده، ويبدأ بالبكاء عند الشعور بالجوع أو عندما يكون منزعج. Second month listen to voice and words. بهذا العمر يبدأ بالاستماع إلى الكلمات والأصوات. From 3 to 4 month smile with other، يعني النوم هنا راح يصير الابتسامة مالته أو الضحك مع تحفيز، يعني مع الآخرين مو واحدة. 8 month the baby become happy when see a person who love him. هاي عادة وين نشوفها؟ نشوف الأم من تخلي ابنها بالنيرسري أو دار الحضانة وترك الصبح وترجع عليه الظهر ويشوفها من تجي، راح يبدي فرح وسعادة عليه، لأن باعتبار أنه أمه هي الكونتاكت الأقرب إلى أو الباوند إلى علاقتهم باوند أقرب، فمن يشوفها راح يبدي يبتسم. هذا بمعنى أنه صار عنده mental maturation، عنده صار نضوج عقلي بدأ يفتهم. هذا بعض الصور اللي تساعدكم بمعرفة أو مراحل أو تدرج التطور للطفل. التطور
وأيضا هذه الصورة الأخرى أيضا تساعدكم في تتبع مراحل التطور للطفل. Toddler age, الطفل الدارج, الطفل الدارج. Start from 1 to 3 years of age, اللي هي تبدأ من سن السنة الواحدة للسنة الثالثة من العمر. The growth and development. Weight increase by 2.3 kilograms each year. يعني الوزن مالته راح يبدي يزداد سنويا تقريبا كيلوين و300 غرام. Length increase 7.5 سنتيمتر each year. هنا راح يبدي يزداد بالسنة الواحدة 7.5 سنتيمتر. The vital signs, the temperature not affected by external condition. شوف يعني شلون تطور انه درجة الحرارة ما راح تتأثر بالحالة الخارجية مثل ما كان infant او newborn, باعتبار هنا بدأ يتطور الطفل اكثر. البالس ريت, شوف هنا راح يبدي تدريجيا يقل, وذكرنا لي السبب انه يقل, انه النمو اللي عند الطفل ما راح يظل على نفس الوتيرة, راح يبدي يقل. 90 to 100 beat per minute, وال respiration rate 20 breath each minute, and the blood pressure 85 to 60. طبعا ضغط الدم هذا مالته الطبيعي لهذا العمر مليمتر زئبق. البيبي موفمنت انكريز, الحركة بهذه العمر تزداد أكثر فأكثر, لأن باعتبار صار عنده تطور بالقابلية وبالوظائف وبالمهارة الحركية. Controlling of his urination and defecation, تبدأ بهذه المرحلة السيطرة على الإدرار, التدرر والتغوط. يعني عادة الخبراء يقولون أنه يبدأ الطفل يسيطر على الديفيكيشن بعد عمر 24 شهر, 24 شهر تقريبا أو 25, يعني بعد السنتين يبدأ يسيطر عليهم. فلهذا احنا دائما نقول بهذه المرحلة نوجه الآباء أنه يعملون التواليت ترنينج, التواليت ترنينج, تدريب على التواليت. Take off his clothes, هنا الطفل يقدر ينزع فقط ملابسه بس ما يقدر يلبسهن, فقط يقدر يخلعهن. Pull his toys behind him, بهذه المرحلة يحب الطفل يجر ألعابه خلفه, يعني ممكن يكون عنده سيارة يبدي يشدها بخيط ويجرها, أو ألعابه يشدها بخيط ويجرها. شوفوا احنا ندرس هاي الأمور حتى نعرف هل انه الطفل هو يسير على الخط السليم للتطور. احنا لازم هاي كلها نلاحظن على الطفل مالتنا, واضح, حتى نعرف انه الطفل سليم 100% ومتعافي. Preschool age, عمر قبل المدرسة, start from 3 to 6 year. الويت انكريز, شوف هنا الوزن بدأ يقل. الويت انكريز by 1.8 to 2.7 kilograms each year. اللينث مالته انكريز by 7 سنتيمتر each year, يعني خلال كل سنة يزداد هالقد هاي الكمية أو هذا الرقم. The activity of baby become more and rapid, النشاط مالته راح يكون أكثر وأسرع, واضح, بدأ, لأنه إحنا قلنا هاي مرحلة التطور, هو تطور للعضلات الكبيرة والعضلات الصغيرة. الماتوريشن أوف mental activity. Clean himself, يعني الطفل هنا بهذا العمر بإمكانه أنه يغسل إيديه, يغسل وجهه, يدخل الحمام, ينظف نفسه. يعني أكو بعض الأمور يكون به independent, مو dependent على الأهل, يعني يعتمد على نفسه. Can know full name, days or week, هاي تعتمد على الأهل, إذا كانوا الأهل مهتمين بالطفل بتعليمه. learning, learning جدا مهم, لأن learning يعطينا للmental maturation, التعليم يعطينا للproblem solving.
كل هذا اللي يأثره. إن أنا الطفل يقدر يعرف اسمه الكامل إذا إحنا علمنا هذا دعم للغة مالته، يحفظ الأيام أو الأسابيع وهكذا أو الأشهر. play with others يبدأ اللعب مع الآخرين. can learn song يمكن أن يتعلم في أغنية معينة، وإحنا نشوف أطفالنا بهذا الأعمار حافظين مجموعة من القصائد كان يكون أو الأناشيد أو الأغاني، لأنه صارت عنده capacity، mental capacity ازدادت، مو حتى بالقابلية للحفظ تزداد. The school age start from 6 to 12 years. الweight increase by 2 kilograms each year. Length increase by 5 centimeters each year. Bone growth more than muscle growth. هنا نفد يعني نقطة مهمة. لاحظ الطفل بعمر المدرسة تبدي العظام مالته تنمو أكثر من خلينا نقول العضلات. لهذا بعض الأحيان نباوع على الطفل بهذا العمر هو غير متناسق الجسم مالته، خصوصا بهذه المرحلة نهاية مرحلة المدرسة، شوفها غير متناسق. يمكن يكون نشوف طول الذراعين أو طول الساقين لكن ما عنده ذيك العضلات، لكن هو بعدها بالمراهقة يبدي يتغير الشكل مالته تدريجيا. التيثنج التسنين. temporary teeth اللي هو 20 teeth، طبعا الأسنان نقول عليه احنا الأسنان الحليبية أو الأسنان المؤقتة تكون عددها الكلي 20. two canines اللي هو القواطع، القواطع اثنان في كل فك اثنان. four incisors اللي هن الأنياب تكون عددهن 4. الفور مولارز اللي هن الطواحن اللي احنا نقول عليهن الطواحن أو الأضراس. هنشوف العدد الكلي أو المجموع الكلي راح يصير 10 في كل فك، والمجموع راح يصير 20. مثل ما ذكرنا سابقا اللي هي two canines، العفو طبعا ال two canines اللي هن الأنياب، والfour incisors اللي هن القواطع. واضح؟ فأنا اشتبهت بيناتنا يعني معذرة من عندكم. واضح؟ فعشرة أسنان في كل فك، عشرة أسنان في كل فك، يعني الفك الواحد ايش راح يكون يحتوي؟ يحتوي على two canines على أنياب اثنان، وfour incisors اللي هن 4 قواطع، وفور مولرز اللي هن الأضراس. هذا في كل فك من الفكوك. central incisors from 6 to 8 months. طبعا هاي يعني وقت ظهورهن، المفروض وقت ظهورهن. إذا القواطع اللي تكون بالمنتصف المفروض بعمر 6 إلى 8 أشهر تطلع، وهي تعتمد على الحالة التغذوية والحالة الصحية للطفل. اللاترال انسايزرز القواطع الجانبية تطلع تقريبا بعمر 8 إلى 10 أشهر، والفيرست مولر آت فيرست يير، عند الكاينينز آت هنا نشوف بعض الكاينينز الأنياب اللي هي ما تطلع إلا تطلع لحد ما نشوف الطفل يتأذى نوعا ما، ودائما نشوف الطفل من يبدأ يطلع الأنياب مالته حتى حالته الصحية شوية تدهور، اللي هو بعمر 18 month 18 شهر، أي تقريبا سنة ونصف السنة. second molar at 2 year of life بعمر سنتين تطلع عندنا الأضراس. هس انتهينا من temporary teeth. هس عندنا permanent teeth اللي هو عددهن كلي 32 teeth اللي هو تقريبا يطلع عندنا 16 سن في كل فك، 16 سن في كل فك. four incisors two canines four premolars six molars ذني في كل فك. إذا نحسبهن الآن راح يطلع عندنا تقريبا بالضبط 16 في كل فك. the teeth eruption in age six years
هنا ظهور الأسنان الدائمية تقريبا تبدأ بعمر 6 سنوات فما فوق. Causes of delayed teething. هنالك أسباب في تأخر التسنين. Disease of child urinary dentition. الأمراض اللي تصيب الطفل خلال مرحلة التسنين كان يكون الإسهال، التقيؤ، التهاب المعدة والأمعاء، سوء التغذية malnutrition disease أمراض سوء التغذية deficiency of calcium in diet نقص الكالسيوم في الغذاء mental retardation التخلف العقلي and thyroid gland disease وأمراض الغدة الدرقية كل هاي تأثر على الميتابوليك للطفل وعملية البناء للطفل. Causes of deformity of teeth أسباب تشوه الأسنان mouth breathing كان يكون الطفل يتنفس عن طريق الفم لأي سبب من الأسباب كان يكون أسباب تشوه أو عند الكليفت ليب اللي هي شفة الأرنب الثمب سكينج اللي هو مص الإبهام أيضا والأكسيدنت اللي هي الحوادث. We have many factors that affect on growth and development. هنالك عوامل تؤثر على عملية النمو والنماء. من المهم جدا أن نعرف أو نتعرف على أهم العوامل اللي تأثر على طبيعة أو زيادة ونقصان النمو في الطفل وأيضا التطور. الهيريديتي اللي هي الوراثة لأنه ما معقولة كل الأطفال يولدون بنفس الطول أو بنفس الوزن أو بنفس المواصفات أو بنفس الخصائص أكيد راح تكون مختلفة بناء على عدة عوامل. خلينا نشوف العامل الأول اللي هو الوراثة. Heredity is a biological process through which the transmission of physical and social characteristics take a place from parent to of siblings. Example: height, weight, and structure of the body, color of hair and eyes, and then intelligence. إذن هي الوراثة عمليات بيولوجية تنتقل من خلالها الخصائص الاجتماعية والجسدية وتنتقل من الآباء إلى الأحفاد أو إلى الذرية. مو مثل إيش؟ مثل الطول، الوزن، الهيكل العظمي للشخص نفسيته. مو لون العين، لون الشعر، الذكاء، ذن يكون هني ورثا وذن يكون هني أثرا على growth والdevelopment. يعني هسه مثلا شرق آسيا إذا أريد نقارنه بأفريقيا راح نشوف إنه أطفال أفريقيا هم مور تولر، أكثر طول، البشرة تختلف، الحجم العضلي يختلف عندهم أكبر، بينما شرق آسيا أو الدول الآسيوية كلهم قصار. هنا راح يصير عندنا فرق. إذن الهيريديتي هنا راح تلعب، يعني تلعب دور. كان يكون الأب طويل والأم طويلة يطلع الطفل طويل. مو أو هم بالوراثة عندهم زيادة بالوزن. حتى الذكاء intelligence أيضا يورث. Environment play an important role in human life. إذن البيئة تلعب دور جدا مهم في حياة الإنسان. There are a different type of environment such as physical environment, social environment, psychological environment. إذن هي عندنا عدة أنواع من البيئة. على سبيل المثال الفيزيكال انفايرومنت، هل الطفل يعيش في بيت؟ هل الطفل يعيش في ميتم؟ هل الطفل يعيش في صحراء؟ هل الطفل يعيش في بيئة؟ هل الطفل يعيش في مكان جبلي أو قرب البحر؟ ماذا يأكل؟ ماذا يشرب؟ الهواء هل هو صحي أو غير صحي؟ واضح؟ كلها physical environment. Social البيئة الاجتماعية اللي هو عايش بيها، هل هو وحده بالعائلة؟ هل عنده أبو؟ هل عنده أم؟ هل هم divorce منفصلين؟ عنده أخوان يتعلم منهم؟ interact with other children يتفاعل مع بقية الأطفال. Psychological environment أيضا البيئة النفسية، هل هو حصل الوارمث from parent، حصل الدفء، love، security، safety، حصلهم من الوالدين،
حصل على الأمن والطمأنينة البوزيتيف ايموشن. هذني الأمور كلها تأثر على الطفل. إذا كان الطفل مهمل أو يعيش في بيئة غير صحية، فش نتوقع إحنا هذا أكيد راح يأثر على الجروث ويأثر على الديفلوبمنت، ويصير عنده تأخر قد يكون، ويصير عنده الجروث ريتارديشن أو الديفلوبمنت ريتارديشن إلى آخره. Sex acts as an important factor of growth and development. إذن هذا أيضا عامل الجنس هو من العوامل المهمة اللي تأثر على النمو والتطور. There are different in growth and development of boys and girls. The boys in general taller, courageous than girl. But the girl show rapid physical growth in adolescence. إذن هنالك اختلاف بالنمو والتطور من الفتاة إلى الصبي، ومن الذكر إلى الأنثى. بصورة عامة الذكر يكون أطول وأكثر شجاعة عميا من الأنثى، لكن الأنثى تظهر سرعة بالنمو الجسدي أسرع من الذكر خلال فترة المراهقة. لهذا نشوف إحنا الفتاة بعمر المراهقة راح تراهق قبل الذكر. واضح؟ نلاحظ عليها معالم الأنوثة أو المرأة البالغة قبل الصبي، حتى الماتوريشن منتال ماتوريشن اللي هو النضوج العقلي قبل الصبي، لكن الصبي قبل هذه الفترة هو أسرع منها بالنمو وأطول منها. لهذا منظمة الصحة العالمية WHO من خلت لنا الجروث شارت، جروث شارت، خلت جروث شارت للفيميل وخلت للبوي جروث شارت خاص بي. ليش؟ لأنه اختلافات، يعني هذا الوزن مالته يختلف عن الأنثى والطول مالته يختلف. نيوتريشن أيضا عامل جدا مهم لجروث and development of the child might depend on his food habit and nutrition. يعني النمو والنماء يعتمد أساسا على نمط والعادات الغذائية للعائلة. هل العائلة تحصل على غذاء كامل؟ هل توفر العائلة غذاء صحي ومتكامل للطفل يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، يحصل على البروتين، على الأنيرجي، على الفيتامينز؟ لأنه النمو يحتاج إلى عناصر غذائية حتى يصير عندنا الميتابوليك الأنابوليك بروسيس. الديفلوبمنت إذا ما عندنا جروث شلون يصير عندنا ديفلوبمنت؟ إذا ما تتطور نمو العضلات ونمو العظام الهيكل مالته شلون راح يقدر يتطور؟ شلون راح يقدر يمشي؟ شلون راح يقدر يقعد؟ شلون يقدر يسند نفسه؟ The malnutrition has adverse effect on structural and functional development of the child. إذا سوء التغذية يؤثر سلبا على من؟ على وظيفة الهيكل وتطور الطفل. واضح؟ يعني إذا صار عندنا growth retardation راح يأثر على من؟ على الديفلوبمنت. يعني إذا صار عندنا سوء تغذية نتوقع أن الطفل إحنا بعمر سنة إلى 15 مثلا كان يكون شهر، من 12 إلى 15 شهر نتوقع يمشي؟ ما يمشي. إذا كان عندنا نقص بفيتامين دي أو الكالسيوم ما راح يمشي. نتوقع إحنا المفروض الأسنان تطلع بالشهر السادس. إذا كان هو مصاب بمرض سوء التغذية نتوقع الأسنان بعمر سنة يلا تطلع. واضح؟ إذن شيء متعلق بشيء آخر، فالتغذية من العوامل التي تؤثر على النمو والتطور. هرمونز، الهرمونز أيضا تلعب دورا مهما في التطور و الجروث أو الجروث and development، النمو والنمو. A balance of male hormones control development in the direction of masculinity. يعني توازن الهرمونات الذكورية التي تسيطر على النمو باتجاه الذكورية، يعني هرمونات الذكر تخلي تطور الجسد باتجاه
الذكورية. And that of female hormones steers it toward feminist. والهرمونات الأنثوية تتجه باتجاه التطور الأنثوي. واضح؟ يعني هاي الهرمونات أنثوية وهذه الهرمونات ذكورية. لهذا نشوف احنا بعض الأمراض عندنا، بعض الأمراض يصير عندنا خلل بالهرمونات. راح نلاحظ انه الذكر راح من يصير عنده اضطراب مثلا او عنده هرمونات انثويه راح يبدي يصير فيمينست، يعني يتجه باتجاه الانثويه وليس باتجاه الذكوريه، وايضا العكس صحيح. واضح؟ حتى احنا ما ندخل عميق بهذه الامراض. نمبر 6 learning and reinforcement. هنا التعلم والدعم والتشجيع. احنا قلنا التعلم جزء اساسي لتطوير مهارات الطفل بالاخص الديفلوبمنت. Learning is the most important and fundamental topic in the whole science of psychology. اذا التعلم في الجزء اساسي ومهم وعنوان اساسي في علوم النفس. Development consists of maturation and learning. لأنه التطور هنا يتكون من النضوج والتعلم. زين، على سبيل المثال حتى نبسطها أكثر، أني إذا ما علم الطفل كيفية لفظ الحروف أو لفظ الكلمات شلون راح يتطور عند الطفل؟ أني إذا ما علم الطفل أنطيه تعليم كيفية استخدام المرحاض أو استخدام كان يكون شلون ينظف نفسه أو شلون يغسل أو شلون أو كيفية الجلوس، شو راح يتعلم الطفل؟ يعني توصل الفكرة؟ يعني أنا التشجيع مالتي أنا كأب من أشجع ابني وأتابعه وأعلمه هذا أي هذا بي هذا وهكذا، أعلم الحروف، مو أنا قاعد هنا شو أسوي له؟ أسوي له mental development. هنا راح يصير عنده maturation، نضوج. واضح؟ أعلم شلون يمشي. إذا أنا ما ألزم إيدين الطفل وأمشي step by step راح يصير عنده training؟ مو يصير عنده training إذا أنا تبعت هذه الخطوات، لكن ما يصير عنده development بالمشي ولا تطور المشي مالته ولا يبدو يقفز ويلعب إذا أنا ما أعلمه. مو إذن يحتاج إلى التعلم وإلى الدعم. هنا أعزائي الطلبة انتهت المحاضرة، وأنا مستعد للإجابة عن أي سؤال عندكم. أرجو من عندكم اللي عنده غموض أو إضافة يعلق بالتعليقات اللي موجودة بالكلاس روم. شكرا جزيلا لحسن الإصغاء.